ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا المفاضة، تبارك الله، بفضل التساقطات المطرية الأخيرة بهذا الوادي. شهد وادي الجواهر في مدينة فاس انتعاشة ملحوظة بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي هطلت على المنطقة، وقد جلبت هذه الأمطار المنتظرة نسمات الحياة والنضارة إلى هذا الوادي الذي كان يعاني من الجفاف لفترة طويلة. واد الجواهر يعتبر مصدرا مهما للمياه في المنطقة، وتعتمد العديد من المزارع والسكان المحليين على هذا الوادي لري الأراضي الزراعية. وبفضل التساقطات المطرية الأخيرة شهد الوادي تحسنا ملحوظا في مستوى المياه، مما أثار الفرحة والتفاؤل بين الساكنة. وتأتي هذه الأمطار في وقت حرج، حيث شهدت عدة مناطق بالمغرب نقصا حادا في المياه بسبب الجفاف، وتعتبر هذه الزيادة في كمية المياه خطوة إيجابية لانتعاشة السدود ودعم الزراعة المحلية واستداماتها. السي محمد تحياتي لك اخويا، شكرا بزاف. ما كاينش الواد سابو.